اخذ عمالك وطلع على الصراط وقول اخذ عمالك اخذ عمالك الله شاهد ورسوله يسويكم عبر الكربلاء الله شاهد الاخوان خذوا عمالكم وروحوا يلا خذوا عيالكم وروحوا شنو عتبه فرهود يعني عتبه فرهود العتبه ما خلي شيء ما بكم ابويا طرف وياك انتم مو طرف لا طرف وياك اخذ عيالك وروح على ما بنجيب ما بنجيب ما بنجيب ما بنجيب ما بنجيب ما بنجيب اطلعوا اطلعوا وجود ماكو قرار ماكو قرار روح احتاج مره تروح لعبد المهدي بحيطك بالقصاب مدير الامن ماكو مدير الامن قاعد هذا الامن عليكم للشيخ يلا محمد اني اطلع اسحب عليك يا شباب عم لا تسوي لا لا قاعك ولا قاعبوك اطلع منا مو قاعك اطلع اطلع روح منا يا عم قاعد تبقون ابوك روح منا يا عمي روح منا حرام ويا عمي اكتب المصور خالد ترى اكسر الكاميرا والسهر اكسر قاعد صور قاعد تنبال ايه صور يا صور الله لا يوفقكم وانتم بلشتوا بيوت العالم حرامية وحق العباس انسي خليات ابو سعيد والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة رافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة قبل الدخول بالموضوع مشاهدينا الكرام نذكر أن تردد قناة رافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات نكرر التردد مرة أخرى 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا طبعا مشاهدينا الكرام المقطع الذي شاهدتموه قبل قليل هو لأهالي منطقة الروضتين في محافظة كربلاء القصة باختصار مسؤولين من العتبة الحسينية جاءوا للسيطرة على أرض في المنطقة وقالوا بأن هذه الأراضي تابعة للعتبة الحسينية طبعا شاهدتم الرد القوي حقيقة هجوم الأهالي بالرد القاسي على هؤلاء واتهامهم بأنهم مجموعة من السراق يعني جاءوا لسلب أراضي بلا قانون بلا حجة بلا ورقة بلا أمر قضائي جاءوا كعادتهم يحاولون السطوة والسيطرة على هذه الأرض التابعة للناس ضمن الكلام كانت هناك كثير حقيقة من الجمل الملفتة والتي قالها العراقيون سابقا في الشوارع باسم الدين باغون الحرامية أحد المواطنين رد على هذه الجهة القادمة من العتبة الحسينية في محافظة كربلاء وقال باسم الدين باغون الحرامية وغيرها طبعا من الرد القاسي الذي كان على هؤلاء وعلى محاولتهم للسيطرة على أراضي ليست ملكهم طبعا هذا الموضوع ليس بجديد على موظفي العتبات الدينية وعلى ممثلي هذه الجهات الدينية الموضوع في محافظة صلاح الدين كان أيضا العام الماضي وكان هناك حديث من رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم الذي قال بأن العتبة العسكرية تستولي على أراضي الناس ومحلاتهم التجارية وتمنعهم من الدخول إليها وقامت بتهجير عوائل عراقية من مدينة سامراء في المناطق المحيطة بالمرقدين العسكريين والموضوع لا يقتصر فقط على هذا الموضوع هناك تمادي ستشاهدون بعد قليل وأثناء هذه الحلقة أيضا جانب آخر من المقطع الذي شاهدناه جانب آخر من حديث الناس عن أن عندما يتوجهون إلى القانون إلى الحكومة لشكوى هذه الجهة الدينية اللي هي العتبة الحسينية أو أي عتبة أخرى دينية تستولي على أراضي الناس يأتي الرد من الحكومة بأنهم لا يستطيعون التدخل لأن الموضوع مرتبط بعتبة دينية السؤال هنا لماذا هذه الجهات أصبحت فوق القانون؟ لماذا يتم الاعتداء على ممتلكات الناس؟ لماذا يتم الاعتداء على الحق العام في العراق دون رادع؟ لا يوجد قانون يمنع أو يحاسب هذه الجهات وإن كانت دينية
من التمادي واستغلال سمعتها أو نفوذها أو المكانة الدينية في العراق بأن تستغل هذا الموضوع لتستولي على أموال الناس بدون وجه حق، بدون قانون، بدون رادع، ولا يوجد أي حساب أو عقاب لهؤلاء، لأنهم في النهاية بنظر الحكومة كما يقول الناس هي الجهة الدينية خط أحمر لا يستطيعون الاقتراب منه. في نهاية المقطع الذي شاهدنا كان هناك أيضا ربط مهم للغاية حقيقة. أحد المواطنين حقيقة سب الناس اللي جوي دي يأخذون الأرض اللي هم تابعين للعتبة الحسينية وقال كذا منكم أنتوا إيران. هناك ربط مشاهدين الكرام داخل المجتمع العراقي أن كثير من هذه الجهات التي تدعي التدين وتدعي الإسلام في العراق هي مرتبطة بشكل وبآخر وتنفذ أجندات خارجية، ودائما أو أغلب الأحيان يتم الربط بين هذه الجهات الدينية واستغلالها لموقعها لمكانتها الدينية بتنفيذ أغراض أخرى، يرتبط الموضوع في غالب الأحيان مع الجانب الإيراني. معنا الاتصال الآن السيد أبو حسن من بغداد، تفضل يا أبو حسن. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي هي المقولة لما يقول لك باسم الدين باقون الحرامية هم أصلهم لصوص، يخدعون الناس باسم الدين، هو الإمام قال لكم كذا والإمام قال يقول كذا والمرجع الثاني يقول إيش كذا، الناس هسه وعى. نعم. هاي كلها خرافات مع الناس ما عندهم دين، لأن يعني الدين رحمة مو نقمة، يعني الدين ما يأكل حق المسلم أو البشر أو أي كان. فهم دولة يعني مجموعة سراق لصوص لا دين، يعني ما يقول لك الإرهاب لا دين له، هم دول إرهابيين لا دين لهم. طبعا أبو حسن حتى نوضح نقطة. نعم. وحتى لا يكون الحوار يسير في إطار قد يستغل من البعض بأنه أنتم تحاولون إثارة مواضيع طائفية، الموضوع حتى من الطرف الآخر يعني ديوان الوقف السني برئاسة عبد اللطيف الهميم سابقا أيضا هناك تجاوزات وهناك استحواذ على أراضي وهناك سيطرة على قطع أراضي تابعة للدولة يتم الاستحواذ عليها وتابعة للناس كذلك، يعني الموضوع من الطرفين. السؤال هو باختصار أين القانون من يستغلون الدين لتحقيق المآرب الشخصية أو الحزبية أو التابعة لهم بشكل عام؟ لماذا لا يوجد قانون؟ أحد الناس قال، أحد المواطنين في محافظة كربلاء وتحديدا بهذا الموضوع قال بأنه لما نروح نشتكي الحكومة من تسمع بيها العتبة الحسينية أو من تسمع عن العتبة تفش، يعني الموضوع ينتهي بالنسبة للسلطة لأنه خط أحمر. لماذا هناك جهات فوق القانون؟ هذا هو السؤال أخي محمد. وقانون ماكو، الله يخلي قانون بالعراق ماكو، كل من له يخمط جد ما يريد. يعني احنا ما نقول بس جماعة دولة الجايين، عندنا حتى الوقف السنة هم بي لصوص. نعم. يعني مو بس ما شاء الله الشيعة، لا السنة وشيعة المرجعيات مالتهم اثنيناتهم إلا ما رحم ربي كلهم لصوص وكلها تستغل الدين بالدين وكلها شلون تقول أخوي محمد يعني طمطم لي وطمطم لك. هذول ملتزمين عصابة وذول بعد أسوأ من العصابة. يعني هاي هم جو دول للعراق أخي، هم كل شيء مخططين له وإرهاب وقتل وسرقة أموال الناس. أنت شايف يعني تدرون على العراقي كله يدرون، يعني ما خلوا جامع ما ضربوه عرقوه ويحسون. يعني أتصور كان 618 مال التوافق، يعني أنا شفتها قدامي بالسيارات لأجل القرآن انتخبونه يعني دجل شعوذة مو ودول همين 555 يقول له إذا يعني شوف العقول اللي وين توصل، يقول له إذا أنت ما تنتخب 555 مرتك ما تحن عليك. أبو حسن بدل يعني ليش ما كان الموضوع يتجه من هذه الجهات المؤسسات الدينية، لماذا لم يتجه الموضوع إلى تحسين الواقع المعيشي للناس؟ محافظة كربلاء ومحافظة النجف ومناطق الجنوب بشكل عام اللي هي خلينا نقول بشكل أيضا واضح أنه تابعة لهذه الجهات الدينية، لماذا هذه الجهات لم تقم بإعمار هاي المحافظات الجنوبية؟
لم تقم بإصلاح مشكلة غياب الكهرباء أو انعدام الماء وتلوثه كذلك، لم تحل مشكلة المنازل العشوائية للناس، بدل ما توفر منازل مكيفة ومجهزة لطلبة الحوزة الموضوع يكون الناس العراقيين قاعدين بالشوارع ويهجرون بهذه الطريقة يهجرون. ليش ما اتجهت هاي المؤسسات الدينية إلى تأمين حياة الناس بدل الاعتداء عليها؟ أخي هو يعني هو صار هذا مخططهم هم يبدون الشيء هذا. احنا ما عندنا دولة أخي محمد، ما عندنا دولة دولة الغاب. يعني هسه يجي معمم، يعني حقول لك فشار فقط قبل فترة اجى معمم قالهم شون ما احمد وائز ذكروها لما طلعوا بالتلفزيون، قال له بعد شوف عقول الناس لوين توصل، قال له سيدتنا فاطمة عليه السلام بين قالت لنا خاف يضيق بكم الدنيا، روح على احمد الوائدي شوف شوف الدجل والشعوذة. دجل طيب. دجل اخي دولة مو بنا الدولة، بنات خراب. طيب يعني انا اشكرك يا ابو حسن، وضحت الفكرة، اعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون. ابو فاطمة من النجف، تفضل يا ابو فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام محمد. ورحمة الله، حياك الله. تحية لك ولكافة الأخوة الكريم. أهلا وسهلا. بالنسبة للموضوع الحلقة يعني موضوع مهم الحقيقة. بالنسبة للعتبة المقدسة وما يسمى بالمراجع وغيرهم، هؤلاء أخي الكريم يعني لهم تعرف لهم ميليشيات ولا يستطيع أحد أن يتكلم مع هؤلاء. لماذا؟ لأن عندهم حصانة لا قانون، يعني هم خارج القانون. الشرطة لا يستطيعون، أخي في كربلاء والنجف أقول لك حقيقة، لا يستطيعون أن يتكلموا مع ميليشياوي واحد ولا مع معمم واحد. على أي أساس يكونون فوق القانون؟ هكذا، لأن أصلا هو أخي قانون بول بريمر. يعني اصلا العراق اخي الكريم، انا اقول لك يعني مختصر مفيد، هنالك عصابات يعني خاضعه لخامنئي في ايران تعمل في العراق. هذا مختصر مفيد ما موجود في العراق. رئيس الوزراء لا يستطيع ان يعني قبل يومين احنا شفنا الاحداث اللي تم اطلاق صواريخ كاتيوشا واخرجوهم، تم اختطاف هذه الألبانية واخرجوها. اخي لا، هنالك عصابات في العراق، فهؤلاء ما دام انهم هم يعني الامور امنه بالنسبه لهم فياخذون بكيفهم مشاريع فنادق شركات الى اخره، يمولون نفسهم بانفسهم. فالقضيه اخي معقده، لا يعني احنا نريد يعني الانسان لا يستطيع ان يؤمن نفسه. شغل ما في، يعني لا كهرباء لا خدمات. فهؤلاء اخي يعني كل مدينه، انا اقول لك بصراحه كل مدينه في العراق مقسمه الى كونتونات، وكل شارع الى زعيم عصابه باسم الدين وباسم غيرها. سيد ابو فاطمه، العام الماضي لما طلع رئيس مجلس محافظه صلاح الدين على وسائل الاعلام يقول انه العتبة العسكريه سطت على اراضي ومحلات الناس المحيطه بالعتبه بالمرقدين العسكريين في سامراء، وقال بأنه حدثت أمور وعمليات تهجير قسري للناس من قبل القائمين على العتبة العسكرية. رد العتبة كان لدحض هذه الاتهامات الموجهة، لكن البيان اللي خرجت بالعتبة في ذلك الوقت كان فقط للرد على الشخص المتكلم، لم يكن لتفنيد الحقيقة، لم يكن لتبيين أو توضيح الموضوع أنه لا هذا الكلام غير صحيح، الناس ده تتمتع بممتلكاتها. كل البيان كان للرد على شخص حول الأسلوب اللي هاجم به العتبة، وليس لتوضيح أنه لا إحنا ما بقنا، إحنا ما هجرنا، إحنا ما أخذنا حقوق الآخرين. يعني أيضا هي لم تنكر هذا الموضوع في بيانها. ليش ده يصير هذا الموضوع والاستحواذ على أموال الناس بدون وجه حق والكل ساكت؟ يعني من يتحدث ربما يتعرض إلى خطر على حياته حقيقة. نعم صحيح فعلا أخي. بالنسبة لصلاح الدين وسامراء يتم استيلاء على أراضي الناس وتهجيرهم على أساس التغيير الديمغرافي هذه في سامراء. هذا الأمر معروف وعين إيران على سامراء يعني منذ القرن التاسع عشر وقبله. أما بالنسبة في كربلاء الأمر غريب، يعني أنتم تهجرون في يعني نقول صراحة في مدن السنة، ولكن في كربلاء أنتم تستولون على أموال على أراضي الناس وممتلكاتهم على أي أساس؟
في الامر غريب. فاحنا نريد اخي احنا هؤلاء يعني الظلم ما يستمر ابدا. هؤلاء يعني ان شاء الله يعني الناس في كربلاء ولا في نجف ولا في اي مكان الظلم والاعتداء والتجاوز يعني لا ينسى مع التقادم ابدا. فاذا اللي ياخذوه اليوم يرجعوه غدا. وهؤلاء تعرف اخي حواسم وغير حواسم تاريخهم معروف، ولكن هؤلاء خل يعرفوا ان مصيرهم في النهايه الى القضاء والى مزبله التاريخ. انا اشكرك يا سيد ابو فاطمه من النجف. طبعا الجميع يذكر مشاهدينا الكرام التقرير الذي خرجت به قناه الحره الامريكيه في العراق، الذي تحدث ايضا عن استغلال السلطه من قبل المؤسسات الدينيه وتجاوزها على الحق العام والحق الخاص للناس بدون وجه حق. وهناك استثمارات كبيره جدا تقام وتنشأ باسم الدين وباسم العتبات الدينية. كما قال السيد أبو فاطمة وأبو حسن من بغداد، هذه الجهات الدينية هناك ميليشيات تقاد من قبلها. يعني العتبة العباسية عندها ميليشيا موجودة تقاتل، تحمل السلاح خارج إطار الدولة. السؤال يعني احنا طرحنا هذا السؤال ونكرره كذلك مرة أخرى للمشاهدين، تحت أي عرف أو بأي طريقة يمكن تعريف ما يحدث في العراق؟ لماذا هذا التجاوز على القانون؟ يقول أبو حسن وأبو فاطمة طبعا وهناك إجماع شبه إجماع عراقي على أنه لا قانون في العراق، لكن احنا نتكلم من الناحية الظاهرية، من الناحية النظرية، ليش هذا التجاوز على القانون بلا رادع؟ لماذا لا يوجد هناك من يحاكم، من يحاسب هذه الجهات التي تتجاوز على الحق الشخصي للناس وعلى الحق العام للبلد؟ الاستحواذ على ممتلكات الآخرين، شفنا بالمقطع الناس تقول لأوراقك وين، الطرف اللي جاي من العتبة الحسينية يسألوا وين أوراقك اللي تريد تهجرنا من قاعنا وتفلش بيوتنا، وين الأوراق؟ يقولهم ماكو أوراق، ما عندي أوراق، ما يطلع لهم أوراق تثبت هذا الكلام. إذن الموضوع هناك بلطجة إذا صح الوصف والتعبير لأخذ حقوق الآخرين باسم الدين وباسم المؤسسة الدينية، وتستغل هذه الجهات الدينية أبشع استغلال لإيذاء الناس بشكل خاص. السيد أبو علي من واسطة، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. مساء الخير للجمهور الرافدين. أهلا وسهلا. أستاذ محمد، هذه مو أول مرة، لكن هذا هم بعد ما خلصوا من أموال الدولة رجعوا على أموال المواطنين. نعم. الكليات المستحدثة أو الجامعات اللي استحدثوها، نعم، العتبات الحسينية والعباسية، طبعا هذا اسم عتبات، نعم، عباس بريء منهم وحتى الأجلاء بريئين منهم، لكن هم يجون يبقون باسم الدين مثل ما باقوا باسم الدولة واسم الأحزاب. نعم. يعني أكو جامعات هي الآن طبعا تمارس غسيل الأموال. نعم. أكو مستشفيات كذلك تمارس غسيل الأموال باسم العتبة وغيرها. حتى الدجاج ذاك اليوم، يعني انا راح استرسل معاك، الدجاج اللي جايبين مذبوح على الطريقه الاسلاميه وكل شفناها انه مخنوق ومجمد، وهذا جاي على الطريقه الاسلاميه، وهم اللي كابلينه، يعني هم اللي العتبه الاعتقاد العباسيه كانت هي اللي متكفله هذا الموضوع. اليوم رجعوا وين؟ رجعوا على المواطنين، لان هم كل شيء ياخذوه، ما بعرف شو ياخذوه. نعم. يرجعون على المواطنين ياخذون املاكهم ويطردونهم، وهم اساسا ما عندهم حق، حتى بعدين جماعاتهم شو يصدرون لهم؟ يصدرون لهم قرار. نعم. اللي هو يبقى الحاكم ما هو عليه. انت قاعد بهذا الملك، انا املك فيه، اعطيك اياه ملك واعطيك بيه طابه. نعم. يرجعون، لان هم الان كل املاك الدوله اخذوها، حتى الاكسجين. اكو معمل اكسجين للدوله اخذوه العتبه الحسينيه. نعم. صبغوه اخضر وقال احنا نسجل اكسجين لمساعده المرضى، واخر شيء يبيعون البطل الواحد المليون. يعني هم ما بنوا شيء. إذا هم صدق يحكون باسم الدين وهم يمشون على منهج سيدنا علي بن أبي طالب، نعم، سيدنا الحسين الشهيد، كان بنيتوا لهم، ابنوا للناس هذه البيوت، واخذوا من عندهم فلوس، ساعدوهم، نعم، اكو فقرة، مو تنطونهم كيلو طماطة، بطل زيت، وقلتوا احنا ساعدناهم. يعني سيد أبو علي، وأنت من الجنوب وتعلم أنه من أفقر المحافظات اللي موجودة في العراق هي كربلاء والنجف، أنا أقصد عن الناس اللي بيها، عن المواطنين اللي ساكنين بالمنازل المتجاوزة، اللي ساكنين بالعراء، اللي يعني عفوا يبحثون عن طعام في النفايات. يعني هاي المحافظات اللي هي
خلينا نقولها بشكل واضح وصريح، هي مراكز دينية ومراكز للسياحة الدينية، ومع هذا المواطن العراقي ابن كربلاء وابن النجف وأهل الجنوب بشكل عام ماذا يشوفون شيء من هذه الأموال اللي هي بمليارات الدولارات اللي تدخل سنويا تحت اسم الزيارة الدينية أو تحت اسم أو صفات أخرى، يعني ماذا يحصلون منها أي شيء؟ لا كهرباء، لا ماء، لا منازل، لا أمان أصلا في هذه المحافظات. دكتور، يعني المحافظات الجنوبية عامة لم تشهد فقرا إلا بزمن حكم الشيعة، لأن لأول مرة العراقي يحكمون الشيعة، هم يجوا جابتهم أمريكا وحكموا. المفروض حتى هم ينصرون المظلوم على قولتهم، على قولة الأحزاب تتغطب لقاء الدين. بس 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 نكون واضحين حتى لا تأخذ هذه الكلمة على المنحى الخطأ. أنت تقصد بحكم الشيعة من يحكمون، وليس فكرة الحكم الشيعي بشكل عام، لأنه مستحيل الحكم الشيعي العربي الأصيل أن يكون بهذه الطريقة. دكتور عمل، أساسا الأحزاب الموجودة حاليا سواء كانت سنية أو شيعية هي تتغطى بغطاء السنة والشيعة حتى تفوز. أما المذهب الجعفري، الإمام جعفر الصادق، والمذاهب السنية بريئة من هؤلاء. نعم. أول شيء ما يحكمون بالعدل. وثانيا هم عندهم ترى سيدنا علي ما بات في يوم من الأيام شبعان وجار دعاء. هذا هم اللي يقولي الله أكبر يا علي حاكم جعفري. فيا أخي الكريم، هم حكموهم فعاشوا أسوأ أيام عمرهم بحكم الأحزاب اللي تتخذ غطاء الشيعي لهم. أنا أكون واضح وياهم. السبب إنهم أساسا ما جايين يحكمون بلد، هم جايين ينهبون بلد، هم جايين يبيقون بلد. هم الشيعة بريئة منهم والمذهب الجعفري بريء منهم. وينهم؟ وينهم من كان؟ يعني من كان الفقير قوقف ياكل عشاكم انتم بالزبل. يعني هل معقولة في زمن الإسلام الناس تاكل بالزبل واحنا بنبيع ضمين النفط 140 دولار؟ هل معقولة ياخذون رواتب 15,000 دولار؟ انتم كأعضاء مجلس نواب محسوبين على المذهب الجعفري أو المذهب السني، والناس تلقط جبل، الناس تعيش تحت الجسورة، أما هذا الظاهرة الإسلامية اللي حكمتنا اليوم. فلذلك سيدنا الكريم، هذا اللي يتغطون بغطاء العتبات الحسينية والعباسية، هم حرامية بالأصل وهم اتخذوا من هذا الغطاء. لكن نحن الناشد السيد السيستاني لأنه المرجع الأعلى للشيعة بالعالم اليوم، يعني يكشف هذا الغطاء عن هؤلاء الناس. والعتبة الحسينية والعباسية بريئة من هؤلاء الأشخاص. طيب. ولا فإنهم محسوبين عليه هو. أنا أشكرك يا سيد أبو علي من واسط، شكرا جزيلا للمشاركة معنا. السيدة أم محمد من بغداد، تفضلي يا أم محمد. شلونك أين؟ شلونك بعد يا بي؟ أهلا وسهلا. ياخذون عادي أستاذ محمد، ياخذون كل شيء، ياخذون كل شيء صار ملكهم وصار مالكهم. هم رب العتب المقدسة، ها؟ إذا بون بيها فلوس وين يرحون؟ وين يرحون؟ يرحون بيها يطهم الولدهم ونصها الإيراني الخاملئي ونصها يتواجدون بيها هم وولدهم وبناتهم. رحمة الوالديك. زين؟ يعني عندهم استعداد يطلعونا من بيوتنا يا ما ويا ما إذا بأجلين وثلاثة مو طلعوهم بالكراد بخضة والجادرية كلها لو النساء. كلها النساء صح لو غلط يطلعونا. هي دولتنا إيرانية ومنيشيات وحزاب ياخذوهن. بس ماكو رئيس اللي يحكم زين. ماكو. ما طعم نطيها لأهلها، اطوها لأهلها. ليش تفاتوها بيد الإيرانيين؟ ليش هيك العالم ما يتجوع تاخذون الأراضي مال الناس؟ ليش؟ شنو خاوي؟ خاوي. شنو هو أستاذ محمد؟ قاس عادل لهنا وبس ملينا وتعبنا والله متحسين لهم، والله العظيم أستاذ محمد متحسين لهم. زين؟ ليش دا ياخذوها؟ ليش؟ على يا شاس أستاذ محمد، والله العظيم أنا رايحة للعتبة المقدسة، والله العظيم فلوس يا أبو فلوس، والله العظيم يدموهن أهل العمايم ويرحون يتونسون بيهن. صدقني واعتقدني، نسوان وزلم يعطوهم الفلوس ونصهن الخاملئي. زين؟ نصهن الخاملئي. زين؟ كاف عاد ملينا عمي، كافي روحوا طلعوا من بلدنا، طلعوا ما نريدكم. يعني الكاظمي هو يعني لما سواها وراح الإيران عبالي لحريدة، والله العظيم لحن دفت قبة ما صايرت، والله العظيم. يعني أدنى تصعيد ولا العيد بس الله يدري. ما نريد الكاظمي، ما طول طب لي خلصنا ما نريده. أنا أشكرك يا سيدة أم محمد، شكرا جزيلا لك للمشاركة.
مشاهدينا الكرام نذهب الآن إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. احشينا شنو هاي اليوم؟ والله يا اخوي هاي شوفت عينك، بس اجى الاعلام نافع سحب ربعه وشريت جماعه العتبه. منو نافع؟ نافع المسؤول على جماعه الاليات مال العتبه الحسينيه والعباسيه. ما تحسيقه ويصيح هاي قاعد. ويصيح هاي قاع مالتي صوروه الصبح موجود مقطع فيديو وفلشوا البيوت بدون سابق. باع 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 ذيك هذاك بالحوثيه شوفه. من شافوا الاعلام اجى ولا واحد بقى من عندهم. ليش انسحبوا؟ من شافوا الاعلام، شافوا جو الاعلام وشافوكم اجيتوا شردوا. الصبح نقول لهم اعطونا قرار مال المحكمه، اعطونا اوراق، اعطونا ثبوت، كل شيء ما عندهم. هاي فلشوا بيوتنا. فلشوا البيوت على هاي، باعلين هاي وضعيه البيوت. انفلشوا بدون قرار قاضي. وهسه من شافوا الاعلام انهزموا. شافوا وجدت الصحافه وجا الاعلام وجا الجناح اليوم ما تنشدوا، الله يخلي لنا فقط عندنا بس الصحافه. لأن نروح نشتكي بالمركز يقولون المحكمة ماكو، نروح نشتكي عليهم يقولون المحكمة ما عندها. باع باع الحوثيات باوع حوثيات سيارات مال عتبة. شافوا الإعلان إجا يابا وين ما نروح نشتكي يقولون هم العتبة تخلوا تشرد، لا مركز يشكينا لا محكمة يشكينا، بس تسمع عتبة. سولف على بيتك أنا باخذ ويا بيتي منفلش. من تسمع الدولة من تسمع عتبة تفش. قايم مقام يقول الكاظمي، الكاظمي جو وصل المحافظ، خلف الله على الكاظمي فلش بيوت العالم هاي، خلف الله عليها جت الكربلة. يا اخوي نافع ذاك كم الحوثية ابو عليه؟ هذا بالقميص الاسود. هذا بالقميص الاسود. هذا فاتح زيجة. اعطينا امر قاضي يقول لي ما يقول القاع مالتي، يقول القاع مالتي. يقول القاع مالتنا راجع عنا. يابا شلون جاي عندي امر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، هذا كان الجزء الثاني من المقطع الأول اللي عرضناه، اللي كان تهجم الممثلية أو موظفية العتبة الحسينية في محافظة كربلاء على أراضي الناس في أهالي منطقة الروضتين في محافظة كربلاء، محاولة للاستيلاء على أراضي الناس وتهجيرهم وتدمير منازلهم، هدم منازلهم طبعا بالجرافات والمعدات والآليات اللي جلبوها معهم، والناس تطلب أوراق ما يعطوهم أوراق. الموضوع بلطجة واضحة بهذه الطريقة واستغلال للمؤسسات الدينية واستغلال الدين لتحقيق هذه المآرب والتجاوز على أموال الناس وممتلكاتهم. الناس والملفت حقيقة أنه لما يقولون أنه بس نروح نشتكي الجهة اللي احنا رايحين نشتكي عندها على العتبة، بس يسمعون العتبة يقول لك ما لي علاقة، الموضوع صار بعتبة دينية وصار بعتبة مقدسة وصار بحد دخلونا بمشاكل احنا مو قدها. هذا هو الرد الذي يأتي من الدولة التي تتحدث عن السيادة وتتحدث عن القانون وتتحدث عن التجربة الديمقراطية وتتحدث عن الأمن والأمان وأنه كل شيء بيدها، بهكذا طريقة أو بهكذا طرق يتم سرقة المال العام والمال الخاص، ولا يستطيع أحد أن يحاكم أو يعاقب أو يحاسب هذه الجهات مهما كان وصفها، مهما كانت أساميهم ومهما كانت الجهة التي تمثلها. لا يوجد قدرة على محاسبة هذه الجهات الدينية لأنه هي جهة دينية مقدسة وإحنا ما نقدر نحكيها. طيب ليش صارت أكو شخصيات ومؤسسات فوق القانون؟ لماذا لا تحاسب هذه الجهات مهما كانت؟ ألا يفترض بدولة القانون الحقيقية أن تحاسب الصغير والكبير، والكبير أقسى من الصغير باعتباره هو المسؤول؟ أليس من المفترض أن هذه الجهات الدينية التي يجب أن تكون هي الجهة الناشرة للوعي للقيم والمبادئ الدينية الإسلامية الحقيقية التي تحرم الاعتداء على حق الآخرين، أليس من المفترض أن تحاسب أشد من المواطن البسيط الذي يعتدي على حق غيره؟ لماذا لا نرى هذا العقاب وهذا الحساب من قبل الدولة؟ أين القانون؟ أين القضاء من ملاحقة ومحاسبة هذه الجهات التي تستغل الدين؟ في رسائل واردة من السيد أبو حاتم من الموصل، أبو حاتم من الموصل يقول بعد التحية والسلام: منذ عام 2003 العراق ليس لديه حكومة وإنما عصابة لصوص فاسدون استولوا على كنز العراق
ومقدراته من دون حارس. العراق فارغ من القانون وهذول المعممين من الجهتين متفقين. استر علي واستر عليك. وهذا الموضوع طويل ويتحمل المسؤولية الاحتلال الأمريكي أمام العالم. والعراقيون الله يمهل ولا يهمل. والسلام عليكم. السيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. بالنسبة للعراق اللي مر بها الفترة كلها، يعني هاي السنوات ال 17 الأجراف اللي هي السبب الأول للمرجعية اللي هي تسمح للسياسي يسرق، والفساد اللي صار، والمشاريع الوهمية، والعراق اللي وصل إلى هسه حاليا من تدمير البنية التحتية للمنشآت وغيرها، لا كهرباء لا صحة لا تجارة لا صناعة. طيب. كلها تتحملها المرجعية في النجف وكربلاء. لأن هي مثل ما يقولون على أساس صمام أمان. يعني طلعت مو صمام أمان اللي تسمح حاليا بهاي المشكلة الموجودة في كربلاء بسرقة. هاي سرقة يعني أموال المواطنين. مرات يقول لك سرقة أموال الشعب، ما شبعان منها السياسيين والمرجعيات قام يرجعون على أموال المواطنين من أراضي ومن غيرها يسرقوها. هاي سرقة يعني نعم. على شنو العتبة الحسينية في كربلاء تأخذ هذه الأراضي لمواطنين؟ يعني على أي أساس؟ نعم. يا قانون هذا يسمح لهم بدل ما يعوضون الناس في كربلاء والبصرة والناصرية والأنبار والموصل من هذا التدمير وهاي المعارك المزيفة. نعم. اللي يسموها تحرير وهي مو تحرير، تخريب. نعم. لكل العراقيين دمرونه، دمرهم كل المجتمع العراقي من سنة شيعة، دمرهم العراقيين. هي نعم. منو المرجعية بالدرجة الأولى نحملها المسؤولية، وراح تقف أمام الله إذا مو بالدنيا راح تقف تحاسب على نعم. كل واحد مظلوم إن سرق ماله أو انقتل أو انظلم نعم. في السجون أو تغيب أو هذا الجوع والفقر اللي مر به الشعب العراقي نعم. من وراء المرجعية وبسبب هذه السياسات الفاشلة والمحافظة المقيتة اللي المرجعية مع الأسف عندها علم ان اكو محافظه طائفيه في اختيار الشخص في المناصب هاي الحقيره اللي هم متقاتلين عليها من منصب وزير ورئيس وزير ورئيس وزراء وغيرها. شوفهم متقاتلين على مناصب والمرجعيه عندها علم ان اكو محافظه طائفيه وجابهم اشخاص معينين تابعين لاحزاب وكتل يخدمون مثل عادل حمود وغيرها وسلمان الجميلي. شنو اللي قدمته هاي الوزيره هاي الفترة كلها أو كل الوزراء اللي صار ما حد حاسبهم؟ لا نزاهة. هي النزاهة أساسها مخترق وناس يعني ناس غير نزيهين. يعني لأن ما شفنا ملف فساد كبير تقدم وتحاسب وزير أو وكيل وزير أو مدير عام أو حتى موظف بسيط تم موظفين سرقوا ملايين الدولارات. يعني النزاهة ما قدرت أن تحسم ملف واحد وتحاسب شخص واحد. القضاء كله مو نزيه، النزاهة مو نزيه، رئيس الوزراء مو نزيه، رئيس الجمهورية مو نزيه، كل بعلم المرجعية اللي يسموها المرجعية العليا. العليا وين كان هذا المواطن البسيط اللي ما جاي يلقى ياكل ولا يقدر يشتغل ولا يقدر يعمل ولا يقدر يسوي أي شيء؟ ليش؟ لأن هي مستفادة من هذا الوضع. طيب. العتبات الحسينية لها واردات، وين هاي الواردات؟ غير توزع على فقراء الموجودين في جنوب العراق، في شمال العراق، في وسط العراق. ما شفنا أي شيء من العتبات الحسينية والوقف الشيعي والوقف السني اللي عندهم أملاك واردات بها إيجارات. ما ساعدهم الناس البسطاء والفقراء. يعني إذا المرجعية هي جزء من العملية السياسية البائسة اللي تشرف على العراق من 2003 لحد الآن. تدخل رجال الدين في السياسة هذا غلط، وهاي مصيبة كبرى. من يتدخل أبو العمامة سواء سني أو شيعي يتدخل بالبرلمان ويصير رجل سياسي وبرلماني ويقوم يسرق باسم العمامة وباسم آل البيت وغيرها والشعب العراقي. احنا وصلنا لمرحلة يرتى لها. يعني الشعب هسه حاليا من هذا وباء كورونا والجوع ونقص بالبطاقة التموينية ويلقى الأمرين بين وقعنا بين مسندة أهل الدين وبين السياسيين. صرنا يعني بس يدقون على رأسنا، لو معمم فاسد لو سياسي فاسد. طيب. أنا دمر الشعب. أنا أشكرك سيد صباح من بغداد، شكرا جزيلا للمشاركة. أبو محمد من بغداد تفضل. السلام عليكم، شلونك استاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، حياك الله. والله استاذ محمد
هي هاي المقوله قالوها الشباب باسم الدين بعدون الحراميه، بس ناس ما تستحي. نعم. ناس ما تستحي، يعني ما يستحي شو تسوي له انت؟ لابس العمامه ويبوك. اذا هو يعني يخدع من؟ بس ادركته من؟ يخدع الله، لو يخدع العالم، لو يخدع نفسه. يخدع نفسه. انت يا مسكين باكر شو تقول لرب العالمين؟ ابو محمد العمامه من وضعتها على راسك هي مو مسؤوليه. ابو محمد كلامك سليم، لكن احنا نحكي من وجهه نظر دنيويه، خلينا نقول انه ذول الموجودين بالحكم احزاب ووزراء ونواب، يعني ليش عندهم رجل الدين او المؤسسه الدينيه عندهم خط احمر ما يقدرون يحكون وياهم؟ الناس اللي بكربلاء اللي يتهجرون هسه وتحاول العتبه الحسينيه تهجيرهم، يقول لك من نروح نشتكي من يعرفون الموضوع يم العتبه الحسينيه؟ يقول لك مو يمنا، ما نقدر نتدخل. ليش الموضوع صار بهذه الطريقة؟ ليش هذا الاستغلال للدين والضعف من الدولة اللي سمحت؟ يعني وين كان رجل دين؟ إذا يتجاوز على الآخرين ليش ما يحاسب؟ ليش ما يعاقب؟ أستاذ محمد، نعم، هاي خطة إسرائيلية أمريكية. لأن من دخل الدين من يدخل ويقوم يتحكم بيك تصير فتن. يعني انت شلون هذا العراق سنه وشيعه او صابئه او مسيح؟ نعم. كلها عده ديانات. زين انت اذا جابوا هسه الديانه الاولويه انطاها للشيعه. خلوا السيستاني يحكم هو يوم وينهي. طيب. السنه لا. هسه ماكو مختفين. انا فعلا هنا امريكا وخلت السنه وخلت الشيعه على اساس الحكم للشيعه على اساس. بس هم الشيعه المساكين حالهم حالنا. نعم. اما الشيعه الايرانيين لا، ضاربين بالمليارات ومسيطرين على الوضع. نعم. والعلماء الايرانيين هم اللي يتحكمون هسه بالبلد. نعم. لان العلماء الشيعه العراقيين الوصلاء مثل هذا اللي اكتر وضعه شو اسمه؟ الصرخي. نعم. الصرخي مو من الجنوب؟ نعم. انا هسه حكايه حق لعبوا بيه طوبه. يعني ما خلوا له حرقوا سحلوا. هو عالم شيعي من الجنوب حتى كلمة حق انه هو من الدنيا. فعمي الايرانيين علماء السود هسه اللي يتحكم بالعراق هذول تبعية لامريكا والاسرائيل. زين؟ نعم. انا اشكرك. والطائفة ما يصير تتحكم بالبلد عمي. انا اشكرك يا ابو محمد من بغداد، وضحت الفكرة. ابو فيصل من السعودية، تفضل يا ابو فيصل. السلام عليكم. السلام عليكم. شو حال استاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. تحيه لكم، تحيه للغناء، تحيه لكادر الغناء. الله يسلمك. استاذ محمد، بالنسبه لهذه الجرائم هي ومن وراها المرجعيه الايرانيه. بس احنا عتبنا على الشعب، لماذا يا ساقف المظاهرات؟ لانه يعني ايش غيروا لكم من طرف؟ جابوا غيروا عبد مهدي، جابوا أسود منه إجرام وأكثر تبعية وعمالة. يعني على الشعب العراقي أن يواصل، وإن شاء الله آخر حكومة العمل السياسية تكون على هذا مصطفى الكاظم، هذا المجرم، وهذا لا يتغير شيء بالعراق إلا بتغيير كامل. نعم. حكومة عصابات. نعم. وتحية لك. شكرا جزيلا سيد أبو فيصل من السعودية. في رسالة لدينا من محمد الشمري يقول ايضا بعد التحيه والسلام، يقول نرجو ايقاف الاستقطاعات من نخبه المتقاعدين من الجمعيات الاهليه، كسرت ظهورنا وتقليلها عرفنا به اطفالنا، وهذه ايام الحج الاكبر، والله لا يضيع اجر العاملين، بارك الله بكم ويحفظكم. شكرا يا محمد. في رسالة أخرى، طبعا هناك من يحاول الاتصال مشاهدينا الكرام، هذه الخدمة غير متاحة للاتصال. من يريد يرسل لنا رسالة مكتوبة فقط، لأنه اللي يريد يخابر طبعا الأرقام موجودة على الشاشة، أرقام الاتصال، لكن الواتساب ما بيتصال. رسالة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي الله يبارك بكم، قناة شريفة، الله يحفظكم. أخي أنا أطالب بالعفو العام، والله أخويا صار 13 سنة بسجن الناصرية، والله ما عدنا غير الله ثم أخويا، حكومة ما عندهم إحساس بس كذب بيهم،
أنا أخويا محرومة منه صارت 13 سنة ما شايف ما شايفه ما شايفته حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. أم أنس من الأنبار شكرا يا أم أنس والله يكون بعونكم ويفك أسر كل مظلوم بريء في السجون والمعتقلات. في رسالة من إلهام من الرمادي تقول السلام عليكم أستاذ محمد وياك إلهام من الرمادي، يعني هاي الحكومة العراقية شنو ينهبون الأراضي العراقية يتسترون بالدين ينهبون الشعب وتفجير الأراضي المقدسة والله حرام عليهم، حكومة بس بالاسم، العراق هو بيد إيران والله حرام هيك يصير بالعراق، أبو النهرين دجلة والفرات بلد الغنى أبو الخير هيك يصير بي تتساءل إلهام من الرمادي شكرا لك. طبعا في عام 2017 ووثق هذا الموضوع بمقطع موجود ومنتشر لمواطن من محافظة النجف عفوا في كربلاء في كربلاء مواطن عراقي يشتكي هو يعمل خادم في حسينية يقول هذه الحسينية تابعة لشخص في محافظة كربلاء وهذا الشخص ليس له ورثة وتوفى جاء إيراني شخص إيراني جاء بمساعدة موظفين من العتبة الحسينية في محافظة كربلاء بالتواطؤ مع موظفين في الدولة تم نسب هذه الحسينية له بعملية بيع وشراء غير رسمية مزورة وجلب معه شهود وطبعا الشهود باصمين وموقعين وكذا خرج بوثائق يثبت بالوثائق الحقيقية أن صاحب هذه الأرض التي بنيت عليها الحسينية شخص لا ورث له وفي المقابل يتم بيع هذه الأرض إلى شخص إيراني بمساعدة موظفين من العتبة الحسينية طبعا بطريقة تزوير وتلاعب بالقانون وخروج بأوراق رسمية موقع عليها ومبصوم عليها وكذا عملية بيع وشراء تمت بهذه الطريقة الموضوع هذا في عام 2017 وموثق بمقطع فيديو منتشر موجود حتى على اليوتيوب لمن يريد أن يشاهد والأوراق والوثائق كذلك عرضت في هذا المقطع تلاعب الجهات الدينية وهذه المؤسسات ومحاولة الاستحواذ والسيطرة بل وحتى تسهيل الأمور لبعض الإيرانيين أو لبعض المنتفعين أو من يريد أن ينتفع من هذه من غياب القانون واستغلال هذه الفرصة هناك مساعدة تقدمها له هذه الجهات والمؤسسات الدينية. السيد أبو طه من بغداد تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله. تحية خاصة لك ولا قناة الرافدين. أهلا وسهلا. كلمة الحق. الله يبارك بيك. كلمة الفقراء. إن شاء الله دائما. أستاذ محمد بالنسبة لبيع شراء الأراضي نعم باسم علماء الدين زين باسم الحوزة طيب باسم فلان وباسم فلان يعني دا يزورون وثائق ودا يبوقون الأراضي نعم يريدون يسوون البلد كله زين إيراني زين كل البلد يريدون يبيعوا لإيران نعم زين يعني أنا دا أتابع أخبار اليوم بيع وشراء مستندات مزورة بالموصل نعم زين وبعقوبة وبالأنبار نعم كل هاي باسم من باسم الدين وعلى قولة المتظاهرين باسم الدين بقى قولة الحرامية هم ايش خلوا في العراق نعم. رحمة على أمك وأبوك أبو طه الناس يقولون احنا نستنجد بالصحافة لأنه أي جهة حكومية نروح لها تردنا تسد الباب بوجهنا من تسمع الموضوع بالعتبة المقدسة العتبة الفلانية الدينية حسينية أو عباسية ما يقدرون يتدخلون يقول لك هذا الموضوع خارج قدراتنا وصلاحياتنا يعني شنو دور الدولة إذن شنو وظيفتها إذا ما تقدر تحمي الناس وتحمي حقوق وممتلكات الآخرين شنو دورها لا هاي أستاذ محمد هاي الحكومة كل دور ما إلها مثل هيقول أبو المثل نعم. زيد عن صنطل كل شيء ماكو هاي الحكومة يعني مجرد اسمها حكومة عراقية زين نعم. من 2003 لحد الآن باقوا البلد كله نعم. كل البلد باقوا من الشرق للغرب زين
وليش يشبعون؟ نعم. علماء الدين وينهم؟ الحوزة وينها؟ المرجعية وينها؟ متحل المتحرم؟ كلها هاي تصير بالبلد بعلم المرجعية وعلم الحوزة والحكومة ما تقدر تحرم ساكن بأنه تخاف من إيران. نعم. زين بأنه إيران هي اللي جابت هاي الحكومة ونصبتها وخلتهم مثل جند الشطرنج تحرك بيهم شلون ما تريد. نعم. فهاي الحكومة زين يعني احنا خاسين ايدينا من عندهم. نعم. كل شيء ما تقدر تسوي. الحل برايك شنو يا ابو طه؟ شنو الحل؟ والله استاذ محمد الحل ان يثور الشعب كله زين واسقاط هذه الزمره الحشاك الفاسده زين ويتغير النظام الحكم الى نظام رئاسي. نعم. احنا نظام الحكم برلماني ما يفيدنا. وانتخابات كل 4 سنوات يظل يفكر ياخذ مالاته ويقول لك انا بعد 4 سنوات طالع. بس حكم الرئاسي لا، حكم رئاسي زين بقرار واحد جيش قوي. احنا حاربنا اكبر جيش بالمنطقه، خامس جيش على العالم، وانتصرنا عليهم بالثمانينات. نعم. انا شنو الوضعيه هاي ابو طه؟ انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه. انتهى وقت البرنامج. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام ان تردد قناه الرافدين الجديد هو 1027 افقي كما ظهر على الشاشه امام حضراتكم على مدار القمر نايلسات. نكرر التردد مره اخرى عفوا 1027 افقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.